عند بحثي في كتب التاريخ رأيت جدلا كبيرا يدار حول المكان الذي كان يقيم فيه نبي الله يوسف عليه السلام في مصر. البعض قال أنه كان يقيم في منطقة قوم أوشيم بالفيوم جنوب غرب مصر، والبعض يرى أنه كان يقيم في منطقة الأقصر التي كانت تسمى طيبة، فيما رأى البعض أنه كان يقيم في منطقة إدفو بأسوان، وآخرون يروا أنه كان يقيم في منطقة أردجوشن المسماه بوادي الطميلات، وهي المسافة الممتدة بين محافظتي الشرقية والإسماعيلية. ولكن الشواهد تؤكد أنه تربى ونشأ في قرية العزيزية بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وهو الجزء الشمالي لمدينة منف. القرية التي نحن بها الآن كانت في يوم من الأيام مركزا لحكم مصر، ومسرحا لأهم الأحداث التاريخية لمدة 7000 عام. فهنا يقع قصر عزيز مصر، وهنا تم بيع سيدنا يوسف عليه السلام، وهنا عاش، وهنا تحولت حياته، ومن هنا انطلقت رسالته، وهنا حدثت معجزة الطفل عندما أنطقه الله لينطق ببراءة يوسف عليه السلام، وهنا تحقق حلم سيدنا يوسف عليه السلام حينما سجد له الشمس والقمر والـ11 كوكب وهم أخوته. وفي هذه القرية يوجد حوض يسمى بحوض زليخة، وحماماتها التي اندثرت مع مرور الزمن. كلنا يعلم قصة سيدنا يوسف عليه السلام وقصة إلقاء إخوته له في البئر، فيقع البئر في شمال فلسطين في منطقة تسمى جب يوسف عليه السلام كما نراها في الفيديو الآن. وهذا البئر يقع على طريق القوافل بين فلسطين ومصر، وبعد أن ألقاه إخوته له في الجب مرت قافلة فأرسلوا واردهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فأدلى دلوه فتعلق يوسف بالدلو فقال يا بشرى هذا غلام، وأخذوه معهم كبضاعة، وصارت القافلة في الصحراء متجهة إلى مصر، وذهبوا به إلى السوق في مصر، وهناك صارعوا إلى التخلص من الفتى ببيعه في السوق كأنه بضاعة. وذكر في بعض الكتب أن الذي قام ببيعه يسمى مالك بن زعر. وكان من قدر يوسف عليه السلام أن يشتريه رجل، وربما كان الرجل الثاني في الدولة بعد الملك، وهو الوزير الأول للملك ويسمى بوتيفار أو فوتيفار. حينما قال لامرأته أكرمي مثواه بعد أن أدخله إلى بلاط قصره وهو طفل ولم يعامل معاملة العبيد، بل أوصى زوجته زليخة بالإحسان إليه لما وجد فيه من الفطنة والذكاء والرأي الثاقب، ومن خلال ذلك اطلع يوسف على ثقافة القوم وعاداتهم. كان عزيز مصر قد بنى قصرا الذي نحن بصدده الآن في منطقة تعرف بالعزيزية نسبة لعزيز مصر، وهي إحدى قرى مركز البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة. القصر على مساحة تقدر بأكثر من 600 فدان، وفي هذه المنطقة نشأ يوسف عليه السلام في بيت رجل شغلته شؤون الحكم عن منزله، وامرأته يكبر أمامها فتى وسيم بهي الطلعة، فيبدأ في قلبها ميل نحوه. تفجر ذات يوم وقالت هيت لك، ولكنه قاومها بشدة وقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فأبى أن يرتكب الخطيئة وهرب خارجا، لكنه ما وجد بوتيفار عند الباب. وعندما رأى بوتيفار أن قميص يوسف قد كد من دبر أيقن أن زوجته زليخة هي الخائنة، وهي من راودت يوسف عن نفسه، فقال كلمته الشهيرة
التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. اشتاطت زليخة غضبا ولم تطلب الصفح عما اقترفت، بل سعت جاهدة إلى تبرير صنيعها بإقامة حفل لنساء أكابر مصر التي تكلمنا عنها، ثم طلبت من يوسف عليه السلام أن يخرج عليهن، فإذا بالنسوة يقطعن أيديهن مجبورات من جمال يوسف. ورغم انكشاف تدبيرها وتعفف هذا الشاب، دبرت لهن مكيدة. ويتزايد الحديث عن الفتى الوسيم بين سيدات المجتمع الثري، ويزداد الافتنان به، ومع إصرارها على الرفض يخيرانه على إما تحقيق رغباتهن وإما السجن، ولكنه قرر السجن. وهنا ننتقل للسجن الذي سجن فيه نبي الله يوسف عليه السلام، وهو لم يبعد كثيرا عن القصر الذي تربى فيه نبي الله يوسف عليه السلام. طبعا أنا دلوقتي في طريقي لسجن سيدنا يوسف اللي هو سجن زويرة. مفروض ان هو ده، طبعا زي ما انتم شايفين مسافة بعيدة جدا، لازم انزل القصة الكبيرة دي. انا هنا سجن، ورايا على طول هرم سقار المدرج زوسر، هرم تيرع، وده ناسي اسمه بصراحة، بس المهم انا ورايا سقارة، وهنا سجن يوسف الصديق اللي اتسجن في سيدنا يوسف. طبعا هنزل مع الهواء الشديد قوي ده، ربنا يسهل والصوت بس يكون واصل ونقدر نوصل جنب السجن. يقع السجن في منطقة صحراء سقارة، وهذا الجزء يسمى عزبة الصعيدة، والسجن على أطراف تلك العزبة. والقرية التي أمامنا الآن هي قرية أبو صير، وكل هذه القرى تابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة. وللعلم نهر النيل كان يجري من هنا، ونحن الآن طبقا لأيام الفراعنة فنحن في البر الغربي الذي به المقابر، وأيضا سجن زويرة الذي سجن فيه نبي الله يوسف عليه السلام. طبعا احنا دلوقتي موجودين عند سجن زويرة، ده السجن اللي اتسجن فيه سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. يقول المؤرخون أن هذا السجن على عمق 35 مترا تحت الأرض، ويوجد به سرداب، وهو الآن مغطى بالحجارة لأسباب لا نعلمها. وفي السجن سوف تكتشف براءة يوسف عليه السلام مما نسب إليه، وكانت البداية من خلال سجينين معه، كان أحدهما يعمل خبازا أو طاهيا في قصر الملك، والآخر ساقيا، واتهم في محاولة وضع السم في طعام الملك أو شرابه. وفي رؤيا رآها السجينين قال الأول إني رأيت نفسي أعصر خمرا، وقال الآخر إني رأيت على رأسي سلة فيها طعام والطير تأكل منها. فقال يوسف عليه السلام للأول أنت ستخرج وتلحق بملك البلاد وتسقيه كما كنت، وقال للثاني ستصلب وتطرق حتى يأكل الطير من لحم رأسك. وهكذا كان، فعدم أحدهما ونجي الآخر، وعاد إلى قصر الملك لتسير وقائع القصة بما يحقق الفرج ليوسف عليه السلام وإن تأخر كثيرا، وليكون من خلال رؤيا رآها الملك. وهنا قدر الله تبارك وتعالى بتقديره الأزلي أسبابا لخروج نبيه يوسف عليه السلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام، وذلك أن ملك مصر رأى في منامه سبع بقرات سمان خرجن من البحر، وخرجت في آثرهن سبع بقرات هزال ضعاف، فأقبلت على البقرات السمان فأكلتهن،
فاستيقظ الملك من نومه مذعورا، ثم نام الثانية فرأى 7 سنبلات خضر وقد أقبل عليهن 7 يابسات فأكلتهن حتى أتين عليهن، فدعا أشراف قومه فقصها عليهم، فطلب منهم أن يفتوه في رؤياه، ولما لم يكن منهم من يحسن تعبيرها قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي أخلاط أحلام من الليل، وما نحن بتأويل الأحلام التي هذا وصفها بعالمين، أي أنهم لا خبرة لهم بذلك. ولما سمع الناجي من السجن وهو صاكي الملك برؤيا الملك ورأى عجز الناس عن تعبيرها، تذكر أمر يوسف عليه السلام وما وصاه به، كما في قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد مدة من الزمان، وهي 7 سنين التي قضاها يوسف عليه السلام في السجن. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي إلى يوسف، فأرسلوه إلى يوسف عليه السلام، فقال الملك: ائتوني به. وقال له قبل أن أخرج: فاسأله عن النسوة، وكانت هذه براءة يوسف عليه السلام وقول زليخة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. وهنا ظهرت براءة يوسف عليه السلام مما نسب إليه، فلما جاء يوسف عليه السلام للملك وقص الملك عليه رؤياه، أجابه يوسف عليه السلام إلى طلبه، فعبر منام الملك بوقوع 7 سنين في الخصب والرخاء، ثم 7 سنين جدب، وذلك كما ذكره الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني يأتيهم الغيث والخصب والرخاء، وفيه يعصرون، يعني ما كانوا يعصرونه من الأعناب والزيتون وغيرها. وخرج يوسف من السجن إلى ممارسة الحكم والنفوذ، وهي مرحلة استثمرها لنشر رسالته النبوية والدعوة المكلف بتبليغها، وبدأ في بناء صوامع للغلال، فقد بنى صوامع للغلال تقع خلف منطقة هوارة أو جبل هوارة بالفيوم، على أن تخزن الحب بسنبله، وبهذه الصوامع استطاع أن ينقذ مصر من 7 سنين عجاف التي مرت على مصر في هذا الوقت. إخوة يوسف جاءوا تحت ضغط الجوع إلى مصر يريدون الطعام، وفي النهاية عرفوا أن عزيز مصر هو أخوهم يوسف، وأبدوا ندمهم على ما فعلوا، فقال لهم يوسف: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: عمي من الحزن وبيضت عيناه. فقال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. وحضروا جميعا وسجدوا سجود تكريم، فتحقق رؤيا يوسف واجتمعت الأسرة كلها في مصر. وفي الختام أردت أن أجمع بين البئر الذي تم فيه إلقاء نبي الله يوسف عليه السلام، والقصر الذي تربى فيه، والسجن الذي سجن فيه، ولا يتبقى الآن سوى بقايا أطلال القصر الذي تربى ونشأ فيه نبينا سيدنا يوسف عليه السلام، ونتمنى أن يتم الحفر من قبل الدولة حول هذا الأثر العظيم، لكي يظهر للعالم ويكون مزارا دينيا سياحي عالمي، وتستغل هذه المساحة التي تقدر بأكثر من 600 فدان، ويتم عمل صوت وضوء يحكي قصة سيدنا يوسف عليه السلام من القرآن، ويتعايش مع الحدث السائحين من حول العالم.
ويتم الربط بين القصر والسجن، فقد قال العالم بيتري عام 1905 أنه بإزالة الركام والرديم عن هذا القصر والبالغ حوالي 25 مترا في عمق الأرض سيكتشف عن أعظم اكتشاف تعرفه البشرية، ويتناقل الأحفاد عن الأجداد من أهالي مركز البدرشين عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام في بلدهم المسمى بالعزيزية نسبة إلى عزيز مصر. وهنا تنتهي هذه الحلقة، انتظروني في حلقات قادمة بإذن الله في برنامج بنفكر زي بعض مع أحمد عمران.